كان معتاد. ألف مبروك على المعتاد. ربنا يخليك. كان معتاد دي هتطلعيني مغرور قدام الناس. لا مش مغرور ولا حاجة، بس أنت كنت متوقع النجاح أو السيد شحات النجاح والإقبال عليه؟ يعني أنا زي ما بقول اللي هو أنت بتعمل مجهود وفي الآخر يعني ربنا هو اللي بيوفق، ففي الآخر كان مجهود كتير في المسلسل ده ويمكن أصعب تجربة مريت بيها يعني، فالحمد لله ربنا اداني على قد مجهودي. رايح المدام سيد الشحات محطات كثيرة جدا في حياتنا، أهم محطة فيهم كانت إيه؟ لا كتير يعني، البداية الحقيقة كانت سمير وشهير، الحرب العالمية بعديه، كلب بلدي لأن كان أول حاجة لوحدي، فإن هو يعمل نجاح والإيرادات دي كانت حاجة ودتني في حتة في رايح المدام أكد نجاح كبير الحمد لله. سيد الشحاف اتبقى شوية ناس بعد رايح المدام بقى، هو مش هيقدر يستمر كتير، مش هيقدر يعني مش هيقدر، فهو يعني الحمد لله الواحد بيرد بشغله يعني. ايه اكبر تحدي لنفسك؟ اكبر تحدي لنفسي ان انت بتشتغل دايما بتخدم المشروع وما بتركزش مع الناس اللي حواليك، ما بتقولش انا فين والناس اللي حواليا فين، ما بتقولش اصل هنا مثلا توتا احسن او هنا اكرم احسن او هنا انا احسن منك، انت بتخدم المشروع طول الوقت وبفكر في كده وما بسمعش الناس اللي حواليا، عشان كده الحمد لله ربنا كرمني يعني. انت ذكي ولا دبلوماسي ولا متواضع؟ ذكي. ده حقيقي. يعني ما اعمل ايه، ولا ربنا مديني دي الحمد لله. جديد؟ الجديد فيلم احمد عز وفيلم مع احمد الجندي. بالتوفيق ان شاء الله.